معكم ولاء محمد، وأهلا بكم في قناة العالم الخفي. إحدى المريضات بمشفى قررت أن تصور نفسها بالغرفة، وحينما بدأت بتسجيل المقطع لم تكن تتخيل أن هذا الشيء المرعب سيحدث معها. فخلال ثانيتين التقطت الفتاة شخصا ما، أو بالأصح كيانا ما، يقف خلف باب الغرفة بالزاوية، وكان مظهره مرعب للغاية، فهو يبدو شاحبا ونحيفا للغاية. وعندما أضاء أخيها الضوء لاحظت أن المكان فارغ تماما ولا أحد به إطلاقا. بهذا المقطع يقف حشد كبير من المتفرجين على جسر وينظرون إلى شيء موجود بالأسفل، ولكن بناء على تعبيرات المتواجدين يظهر أنه حادث مروع للغاية. وبعدها نشر هذا الرجل تسجيلات كاميرا المراقبة على ذلك الجسر، والتي تشرح كيفية حدوث الحادثة المفجعة. فلقد صورت السيارة التي اصطدمت بفاصل إسمنتي قبل أن يفقد سائقها السيطرة ويسقط من أعلى الجسر. ولكن بعد الحادث بثواني التقط شيئا مرعبا. فلقد ظهرت شخصية مظلمة تقف على إحدى الشاحنات، وكأنها تطل على حطام السيارة التي سقطت، ويدعي مصور المقطع أنه ربما يكون حاصد الأرواح. ولكن تبقى حقيقة هذا الكيان حقيقة غامضة لا يعلمها إلا الله. تلك اللقطات تم أخذها من كاميرا أمنية. تظهر اللقطات طفلا يدخل منزلا بينما كان أحد الشباب المتواجدين على وشك المغادرة، وهذا كله موقف طبيعي جدا. ولكن بعد دخول الطفل لداخل المنزل حدث شيء صادم. ما حدث ليس زلزالا، بل كان انهيار جزئي لكتل إسمنتية بالمنزل بنفس المكان الذي كان يقف فيه الطفل والشاب. فلو كانوا تأخروا لثواني فقط، الله أعلم ما كان مصيرهم الكارثي، ولكن كانت عناية الله أقرب. الغامض بالأمر هو الطفل. ركزوا معي بتصرفات الطفل لحظة دخوله للمنزل. فلقد رفع الطفل ذراعه وكأن هناك كيانا غير مرئي أمسك بذراعه ويدفعه للدخول. فهل أرسل الله له ملاكا حارسا يحميه من هذا المصير المأساوي؟ يبقى العلم عند الله. بعض المستكشفين ذهبوا برحلة استكشافية لمنزل جنائزي ومستودع مهجور في روسيا، وبالفعل ذهبوا للمكان واتفقوا على أن يتفرقوا كل منهما في مكان مختلف. وظلت الفتاة بكنيسة ذلك المنزل الجنائزي، وظلت وحدها بذلك الظلام الدامس، وأمامها كانت هناك كاميرا مزودة برؤية ليلية. في البداية بدأت تشعر بعدم الارتياح، وبعدها سمعت ضوضاء مجهولة ومرعبة. فلقد سقط الصليب الذي كان على الطاولة. بعدها سمعت صوت سعال خلفها، وبسبب عدم رؤيتها أي شيء بالظلام فقد تغلب عليها الخوف وغادرت الكنيسة. ولكن الكاميرا الليلية ذو الإشعة تحت الحمراء استمرت بالتسجيل والتقطت ما هو مرعب حقا. فلقد التقطت جسما ضبابي أسود يصعد من التابوت ويطفو مرتفعا للأعلى حتى اختفى تماما. لا أدري لماذا هم متفاجئون من ذلك، فالمكان جنائزي ومن الطبيعي أن يكون مسكونا بالجن. هذا المقطع تم تسجيله منذ عدة سنوات بأحد المشافي في هندوراس،
ففي أحد الأيام وبوقت متأخر من الليل، قام أحد العاملين بالمشفى بتسجيل مقطع مرعب حقا. يقول العامل أن الجزء الذي تم التصوير به من المشفى مهجور تماما منذ شهور بسبب بعض الترميمات، وبينما كان العامل ينظف المكان سمع أصواتا غريبة قادمة من الغرف التي تطل على الممر، فأخرج هاتفه فورا وبدأ بالتسجيل. يمكنكم رؤية كيان أبيض يختلس النظرات من أمام باب إحدى الغرف، وحينما رآه العامل أصابه الذعر وأوقف التسجيل على الفور، ولم يعرف ما حدث بعد ذلك. البعض يعتقد أنه ربما يكون ظهور لقرين شخص توفي بهذه المشفى. لو لديكم تفسيراً آخر شاركوني به في التعليقات. هذا المقطع من إحدى مباريات كرة السلة بأحد المدارس. ركزوا معي جيداً على اللاعب الذي يمسك الكرة، احفظوا شكل ثيابه وكذلك حذائه. هذا الشيء لم أجد له تفسيراً، فالشاب الذي يرمي الكرة هو نفسه الشاب الذي استلم الكرة وسدد هدفاً، فكيف لهذا أن يحدث؟ من لديه تفسيراً؟ أتمنى أن يشاركني به في التعليقات. أحد مستخدمي التيك توك نشر مقطعاً غامضاً لحد كبير، فبإحدى الطرق السريعة ليلاً وبمنتصف الطريق ظهر شخص فجأة، فمن أين أتى ومن يكون؟ لا أحد يعلم، فالسيارة التي أمام هذه السيارة تفادت ذلك الشخص بسرعة وكأنها شاهدته للتو، وكأنه أيضاً ظهر من العدم. فهل هو جن ظهر فجأة بالطريق ليتسبب بوقوع حوادث، أم أنه كما يدعي البعض مسافراً عبر الزمن؟ أتمنى أن تشاركوني برأيكم في التعليقات. هذا المقطع تم نشره على التيك توك، ويقال أنه التقط بواسطة كاميرا أمنية باليمن، ولا أعلم بالضبط مدى صحة المقطع. يظهر بالمقطع ضباب أبيض بدأ يتشكل بإحدى الطرق ليلاً، ثم سرعان ما بدأ تدريجياً بالتشكل على هيئة رجل، ولكن المرعب هي أقدامه، فأقدامه تبدو كحوافر ماعز. فهل هذا المقطع لربما يكون حقيقي فعلاً ويكون ذلك تجسد لجن، أم لربما يكون مزيفاً؟ أترك لكم الحكم. هذا المقطع تم نشره على تيك توك. يظهر بالمقطع زوجان يتشاجران، ولكن حدث معهما شيء مرعب حقاً التقطته كاميرا المراقبة. فحينما وصل التوتر لذروته في المطبخ، سقط أحد الأطباق على الأرض وانكسر، فصعدت السيدة للأعلى، وبعدها بدأت تتساقط المزيد من الأطباق، مما أخاف الزوج وصعد خلف زوجته. البعض تعجب من توقيت تدخل الجن، فهو إما أراد تهدئتهما أو أراد إخافتهما، وفي كلتا الحالتين فقد أحسن التصرف. هذا المقطع التقطته إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الكنائس، ولكن ما تم التقاطه شيء غريب للغاية. فلقد أطلقت الكاميرا ليلاً إنذاراً بوجود حركة لشخص ما، فتفحص المسؤولون الكاميرات على أمل رؤية ذلك الدخيل، ولكنهم بدلاً من ذلك شاهدوا شيئاً غير متوقع على الإطلاق. أعضاء الكنيسة لم يصدقوا أبداً ما شاهدوا، فلقد فتح أحد الأبواب من تلقاء نفسه،
ولكن ببطء شديد، وظل مفتوحاً كما لو كان أحداً ما يمسكه. ولكن الأغرب من ذلك هو مرور شخصية شفافة غريبة واستمرار الباب مفتوحاً حتى عبرت تلك الشخصية، ثم أغلق على الفور. فيا ترى ماذا يكون ذلك الكيان؟ يبقى العلم عند الله. إحدى السيدات نشرت مقطعاً غامضاً على التيك توك، يقال أنه تم تصويره في ولاية بوستن بأمريكا. تدعي السيدة أنها شاهدت شيئاً صادم أمام منزلها، فلقد شاهدت طائراً متجمداً يطفو بالهواء، فسارعت لتسجيل تلك اللحظات الغامضة، وهذا ما استطاعت التقاطه. هذا الطائر يطفو معلقاً في الهواء، ويبدو وكأنه مقطوع الرأس، فكيف يمكن أن يظل هكذا بالهواء؟ البعض شكك في صحة المقطع، وادعى أنها ربما قامت بتزييفه ببرامج الفوتوشوب، فقامت بتصوير مقطع آخر وصورت نفسها مع ذلك الطائر لتثبت أنه لا تزييف في المقطع. فما تفسيركم لما شاهدتم؟ شاركوني بآرائكم. هذا المقطع تم التقاطه خلال مراسم جنازة بإحدى الولايات بجمهورية الدومينيكان، ولكن ما حدث أصاب مشيعين الجنازة بالذهول. المقطع المرعب تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت حوله نقاشات وتكهنات كثيرة. فإكليل الورد كان يهتز وحده ومن تلقاء نفسه، مما أصاب البعض بصدمة كبيرة. فالبعض يتوقع أنه قرين المرأة المتوفاة، والبعض يقول لربما أنها مسحة من أحد المتواجدين، ولكني شخصياً أستبعد ذلك التوقع، لأن لا الوقت ولا المكان يتحمل مسحة كهذه أبداً. أصحاب إحدى المزارع في أمريكا شاركوا مقطعاً مرعباً، تعتبر هذه المزرعة بمثابة بقايا من ماضي أمريكا ما قبل الحرب، فقد تم بناؤها في عام 1796، وتعتبر من أكثر الأماكن المسكونة في أمريكا، حيث يقال أنها بنيت على مقبرة، ومؤخراً ينظم لها جولات سياحية تسمح للزائرين بزيارتها. وخلال إحدى هذه الجولات التقطت الكاميرا الأمنية شيئاً غريباً. فلقد سقط أحد التماثيل على الأرض لسبب غير مفهوم، وسرعان ما تدخل المرشدين السياحيين لمحاولة تهدئة الخوف المتصاعد بين الضيوف. لكن الحادث الغامض هذا ترك أسئلة عالقة وعدم ارتياح بين الزائرين. الكيانات المظلمة وما أدراك ما الكيانات المظلمة؟ هي كيانات تلمحها أحياناً بطرف عينك، وهي غالباً ما ترمز لتواجد كيان شيطاني مؤذي بالمكان. فبالمقطع الأول يظهر صديقان يتحدثان مع شخص ما في مكالمة فيديو، عندما رأى ذلك الرجل فجأة شيئاً تركه مرعوباً تماماً. Así que, y mi gato está abajo, es imposible que se mueva nada. Nos estaba tirando, literalmente es el típico... Se ha quedado pillado. ¿Qué le pasa? Atrás suyo hay alguien. ¿Cómo que atrás? ¡Me cago en la puta! فبعدما أشار لهم الرجل بأن الباب الذي خلفهم فتح من تلقاء نفسه، ذهب أحد الشباب للتحقق من أن الغرفة تلك فارغة، ولكن وفجأة لاحظ الشباب أن الباب فعلا فتح من تلقاء نفسه، بل وخرج منه ظلا داكنا لا ملامح له على الإطلاق، مما أصابهم بالذعر وفروا من المكان.
والمقطع التالي تم نشره على الفيسبوك، وعلى ما يبدو أنه لشخص قد خضع لعملية تهدد حياته والتي لم ينجو منها كثير من المرضى. ولحسن حظ هذا الرجل أنه نجا من تلك العملية، وبهذا الفيديو كان قد استيقظ للتو من تأثير مخدر العملية، ولكنه أحس بخوف وذعر من شيء ما معه في الغرفة، وقال: أسمع صوت طنين غريب بأذني وكأنه صوت شيء ما بجانبي. حاول تصوير فيديو للغرفة لعله يستطيع تسجيل ذلك الصوت، ولكن ما التقطه كان مرعبا. فبينما كان يحرك الكاميرا التقط بالصدفة ظلاً مظلماً ركض بسرعة أمامه مباشرة، ويعتقد أن صاحب الظل لربما يكون قرين شخص توفي بالمشفى سابقاً، والعلم عند الله. وهذا الشخص بينما كان يتحدث مع أحد أقاربه في محادثة فيديو حدث شيء مرعب لم يكن متوقعاً، فلقد تم مشاهدة ظل أسود قصير يعبر من اليمين لليسار نحو التلفاز. يقول الرجل أنه مؤخراً أتى بأحد المتخصصين ليطهر منزله، وأخبره أن من يسكن منزله روح طفل صغير، ولكن يبقى كل العلم عند الله. وهذا الشاب يقول أنه بأحد الأيام سمع صوتاً قادماً من دورة المياه الموجودة بغرفة نومه، على الرغم من أنه يعيش وحده بالمنزل، فذهب ليرى مصدر الصوت، فالتقط أشياء لم يستطيع تفسيرها. فلقد فتح الصنبور من تلقاء نفسه، ولكن المرعب قادم، فلقد رأى شيء بالمرآة تقشعر له الأبدان. قد لا تلاحظ ما ظهر بالمرآة، ولكن بالتدقيق سترى ظلاً مظلماً عبر من خلفه وهو يغلق الصنبور، وظهر انعكاسه واضحاً بالمرآة. مقطعنا الأخير لرجل نشر مؤخراً مقاطع على التيك توك يقول فيها أنه بدأ مؤخراً بالعمل في متجر لبيع المشروبات الكحولية، وكان دائماً لا يؤمن أبداً بالظواهر الخارقة، ولكن بعد وقت قصير من عمله بهذا المتجر بدأ يلاحظ أشياء غريبة تحدث من حوله، فكان كثيراً ما يسمع طرقاً ويشاهد الأبواب تفتح وتغلق من تلقاء نفسها. ومع تزايد النشاط وتكراره يومياً بدأ بتسجيل ما يحدث. As you can see, nobody's back here. Nobody's behind the door. Nobody just came out behind me. Like, I'm serious. فلقد سمع طرقاً على الباب بالإضافة لصوت يقول له تعالى. وبعدها بدأت حدة النشاط في الازدياد أكثر. Alright, so look, I'm hearing this door and there's stuff going on in the back. See, man, that's the stuff I'm talking about. Like, bro, and then I see something. Yo, if there's anybody in here, you need to leave. So, if there's anybody here, go. Yeah, I don't know about this, man. I don't know. What was that, bro? Yo, anybody in here? Anybody in here? Yo, anybody in here? Bro. No, I'm out. فبعد سماعه نفس صوت الضجيج ذهب ليرى من يكون، فشاهد ظلاً مظلماً أخرج رأسه بسرعة من خلف الباب. المرعب أن ذلك الوجه المظلم لا ملامح له، وحينما دخل الغرفة وجدها فارغة تماماً. المرعب أنه كلما اهتم الرجل بذلك الكيان أكثر كلما ازدادت حدة الرعب أكثر، فالأمور أصبحت أكثر سوءاً. Alright guys, so I'm hearing this door open and close again, and you know, I'm the only one. Bruh, what the f*** is that? Oh sh**. Ow. Bro, I just got pushed, bro. Ah, my arm hurts. Oh, come on, bruh.
فعندما ذهب ليرى ذلك الكيان دفعه شيء غير مرئي، مما سبب له ألماً واحمراراً في ذراعه على الفور. وعلى الرغم من كل ذلك صمم على دخول تلك الغرفة المشؤومة، فلم يجد أحد أيضاً. حينها أيقن أن من يهاجمه كيان من كيانات ما وراء الطبيعة، فخاف الرجل وهرب على الفور من المكان. أعتقد أن مثل تلك الأماكن يكثر بها تواجد الجن المؤذي والشياطين. وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم. في أمان الله.